الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 41 بعد 500، باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه. في هذا الباب حديث واحد، والثالث 33 بعد 600، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. ومعنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع من المدينة في اليوم 25 من ذي القعدة، وكان الصحابة محرمين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة بالتمتع بالعمرة، يعني يحلوا بعد ما يؤدوا العمرة وهم محرمين، يحلوا ثم ينتظروا إلى اليوم 8 يوم التروية يلبسوا ملابس الإحرام للحج. فلما كان يوم النحر أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. هذا الحديث يدل على جواز البقر في الهدي، وأنه يجوز للحاج أن يذبح عن نسائه كما يذبح عن نفسه دون أمرهن. ثانيا، أن نحر البقر جائز، نحر البقر جائز، وإن كان الذبح أفضل. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثالثا، جواز الاشتراك في هدي التمتع والقران خلافا للإمام مالك، ثبت ذلك في حديث الباب أنه ذبح عن نسائه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، وهي رواية تفرد بها يونس، إلا أن يونس ثقة، وقد أخرجها أبو داود وأحمد وابن ماجه. وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن، والله أعلم.